عزيزي المشاهد، برحب بيك في النصف الثاني من برنامج الحل ايه، ومرة تانية بنرحب بنيافة الاسقف الدكتور الانبا مكسوموس. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك دكتور. احنا وقفنا في قبل الفاصل عند نقطة فاصلة مهمة جدا، اللي هي فكرة الحضور الحقيقي في مائدة الرب. ايه المقصود بالنظرية دي وايه مقصود بالحقيقي؟ هو بداية الخلاف حول مائدة الرب حدث في مؤتمر مارنبرج بين مارتن لوثر ورفاقه التلاتة كالفن وزوينجلي وملانكتون. أن مارتن لوثر تمسك بالصيغة الكاثوليكية وتصادم معها رفاقه، والمعنى هل يحدث تحول حقيقي فيزيقي للخبز ويصبح الخبز هو جسد الرب، أم أن هذا التحول تحول روحي؟ هذا هو موضوع الصراع والحوار اللي شمل التاريخ عن معنى التحول في السر، هل هو تحول مادي أو تحول روحي. ويعني عشان نقول احنا، فمارتن لوثر كان اختار انه مادي، ومارتن لوثر اختار انه مادي، اختار كمان الصياغة الكاثوليكية للعبارات وللفكرة. وجون كالفن اختار الروحي، وزوينجل اختار انه لا كده ولا كده، انه دي مجرد ذكرى، وهكذا تنوع كما كما تذكر جنابك، وهكذا انقسمت الكنيسة، حركة الإصلاح، حركة الإصلاح في ذلك الوقت. الكنيسة الكاثوليكية الرسولية في البرازيل اللي أنا تبادلت يمين الشركة مع بطريركها البطريرك لويس مانديز سنة 2008 في غواتيمالا، اتعلمت منهم هذه الحقائق اللي استطاعت أن تجمع المسيحيين في العالم في بوتقة واحدة على هذا النحو. اتعلمت منهم اننا نقبل في الشركة المقدسة كل من يؤمن بقانون الايمان اللي هو بالحقيقة نؤمن يعني، وان هنالك حضور حقيقي للمسيح في سر القربان المقدس. يعني بدل من كلمة التغيير المادي والتغيير الروحي استبدلناها بكلمة أن هنالك حضور حقيقي للمسيح في سر القربان المقدس. أظن أن يعني المسيح بيحضر بطريقة ما في القربان المقدس. يعني أظن أن هذه الصياغة أن هنالك حضور حقيقي للمسيح في سر القربان المقدس ستستطيع أن تجمع على الأقل 60% أو 70% من المسيحيين حول مائدة واحدة. طبعا لو كل واحد بقى يفسر حقيقي دي زي ما هو حر، يعني هو بيؤمن ان في حضور للمسيح في القربان. وأظن ان هذه الصياغة مقبولة من جميع الأرثوذكس، من اللوثرن، من أظن الكنيسة المشيخية، طبعا أظن من الاسمبلي اوف جاد. حسب معلوماتي هذه الصياغه ستجمع على الاقل 70% من المسيحيين حول مائده واحده. هو جون كالفن اللي هو الكنيسه المشيخيه اللي بتتبعه الكنيسه الانجيليه في مصر قال نفس الكلام، قال انه في حضور روحي للمسيح، يعني ما قالش مجرد ذكرى يعني. فبالتالي كلمة حضور دي بتجمع، لأن مارتن لوثر قال حضور وجون كالفن قال حضور،
فكرة حضور حقيقي ده حل المشكلة فعلا يعني. أنا سأدعو في أول فرصة متاحة، سأدعو لعمل أول قداس يجمع بين المختلفين حول الفكرة، المتفقين حول هذه الصياغة. سأدعو لقداس يتفق على هذه الصياغة مع كل من يقبلها، وسأدعو إليه كل من يقبل أن يكون شريكا في مثل هذا القداس. عظيم، دي فكرة كويسة ودعوة جيدة. طيب هل في حاجات تانية يعني فتحت الباب؟ لأنه احنا هنا شايفين كنيسة كاثوليكية مع كنيسة ارثوذكسية، نعم، فالخلاف ما كانش مجرد يعني، هو طبعا خلاف مهم قوي حكاية الحضور، حضور المسيح في القربان، لكن أكيد في حاجات تانية كتيرة فيها عليها خلاف. إزاي تعاملتوا مع هذه الخلافات بين الكاثوليكية والأرثوذكسية؟ هو طبعا موضوع زواج الأسقفة كان واحدة من الموضوعات الخلافية اللي اتحسمت بأن أصبح بيطبق على الأسقفة وكل الإكليروس جميع القواعد التي بتطبق على الزواج في العادي للمؤمنين بكل أنواعه، يعني الكنيسة عندنا تؤمن بفسخ الزواج لأسباب التي تستحق فسخ الزواج، بخلاف ما كان موروث في الكنيسة الكاثوليكية إن ما فيش فسخ للزواج، وبتطبق هذه القواعد على المؤمنين سواء الأشخاص الطبيعيين أو الإكليروس. ما يطبق على المؤمنين الطبيعيين هو بعينه ما تطبقه على فئة الإكليروس. طب في حاجات تانية ولا هم دول أهم حاجتين في لما حصل اندماج يعني بين الكنيستين؟ هم دول أهم ملمحين لما حدث لهذه الوحدة، يعني زواج الأساقفة وزواج الإكليروس عموما، يعني تطبيق قوانين الزواج على الإكليروس كما تطبق على غير الإكليروس بكل أبعادها، وفكرة الوحدة المسيحية كما ذكرناها أننا نقبل في الشركة جميع الذين يؤمنون بأن هنالك حضور للمسيح في سر القربان المقدس. وهنا بقى الباب مفتوح لطوائف كتيرة ممكن تنضم يعني. وهنا الباب صار مفتوح لتوحيد الطوائف المسيحية أو معظمها حول هذه الفكرة الخلافية اللي استطاعت لقرون طويلة أنها تقسم الجسد المسيحي. بالشكل ده هنقدر ننتصر على جزء كبير جدا من الانقسام، ونأتي إلى وحدة ممكن تجمع 70% من أعضاء جسد المسيح. طيب هل الهيراركي اللي موجود في الكنيستين أصبح هيراركي واحد، ولا يعني كل كنيسة محتفظة بالكيان الإداري بتاعها؟ عملنا كيان مجمع بيجمعنا كلنا في تكوين يعني كل كيان إداري، يعني تقدر تسميه زي الاتحاد الفيدرالي بين الدول. فتقدر تقول ان كل كيان اداري له كينونته الادارية، وفي الوقت نفسه
الوحدة العامة بتجمع الكل فيه بالظبط كده بنفس فكرة الفيدرالية. يعني كل كنيسة لوحديها ليها الهيراركي الإداري بتاعها لوحديها، وفي اتحاد فيدرالي. وفي اتحاد فيدرالي. طيب تشرح للناس يعني ايه فيدرالي للمشاهد العادي؟ يعني دلوقتي لما اتكلم مثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كل ولاية لها ما يخص الولاية بعينها، القوانين دي بتطبق في الولاية هذه، ولكن هنالك القوانين الفيدرالية اللي بتطبق على كل الولايات الأمريكية. ففي ما يخص كل ولاية بحد ذاتها، وفي ما يغطي كل الولايات مع بعضها، قوانين تغطي الجميع. ففي القواعد التي تغطي الجميع، زي ان هنالك حضور للمسيح في سر القربان المقدس، وفي تفاصيل تخص كل كنيسة تختلف فيها مع الاخرى، مثل رسامة المرأة في الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية ما بترسمش المرأة، بينما الكنيسة الارثوذكسية بتقبل فكرة رسامة المرأة. ده حاجة متقدمة جدا ورائعة يعني. مثلا يعني ففي ما يمكن أن يتفق عليه وما يمكن أن يختلف عليه، أدي معنى الفيدرالية. عظيم. طيب دلوقتي الكنيسة اللي أسستها نيافتك في مصر، كانت قبل ولا كانت بعد؟ قبل انضمامك ولا بعد انضمامك ولا ايه بالظبط؟ يعني احكي لنا شوية عن الكنائس بتاعتك في مصر. بالطبع هي تعتبر امتداد للكنيسة الروم الأرثوذكس، أو للتسلسل الرسولي لكرسي القديس بطرس عن الكنيسة السريانية أو الكنيسة الكاثوليكية حسب يمين الشركة يعني. فطبعا هي امتداد لكنيسة الروم الأرثوذكس حسب الرسامة اللي اتعملت لي. طبعا طبعا. يعني الكنائس بتاعتك هنا تبع الروم الأرثوذكس المتحدة مع الكنيسة الكاثوليكية. بالظبط كده. اللي هي الكنيسة الكاثوليكية الرسولية. الرسولية. ايوه. يبقى احنا الكنيسة بتاعتنا هي ثمرة اتحاد بين كنيسة الروم الأرثوذكس الأولد كالندرز والكنيسة الكاثوليكية الرسولية في البرازيل. فاحنا طب ده شيء رائع يعني. احنا اتفضل. فاحنا تكوين جديد هو ثمرة زواج بين الكنيسة الكاثوليكية البرازيلية، الكنيسة الكاثوليكية الرسولية التي عادت إلى الأرثوذكسية، والكنيسة الأرثوذكسية الروم الأرثوذكس الأولد كالندرز. وإحنا في النهاية يعني وعاء تجميعي عصري لهذا التكوين الجديد. إلى أي يعني هل بتعملوا زي مش دعاية، لكن هل بتقدموا الفكر ده للناس وبتوضحه في كتيبات أو في برامج أو في حاجات زي كده، علشان الناس تفهم مثلا إنه مجمع القديس أثناسيوس بيؤمن 1 2 3 4 وحاجات زي كده، ولا إزاي؟ يعني حوار زي اللي بيدور بيننا هو احد وسائل التعريف بما تفكر به وما تعلم به وما تعيش به هذه الكنيسة، كنيسة القديس أثناسيوس
من منهج للوحدة المسيحية. مش في مطبوعات ولا ما فيش حاجات زي كده يعني؟ يمكن احنا بنعتمد اكتر على التلفزيون او على قناة الراعي الصالح في توصيل الفكرة اكتر من المطبوعات. المطبوعات ناقصة. طب هل في ترحيب بالفكرة دي في مصر ولا لاقت يعني مقاومة من الكنائس الأخرى أو من الاتجاهات الأخرى أو حتى من الرجل الشارع المسيحي يعني؟ صدقني انا محتاج ان انا اعرف او اواصل تقديم الفكرة، ومحتاج ان اعرف يا ترى استجابة الشخص العادي او الناس او المجتمع المسيحي للفكرة كم في المية. انا نفسي ما زلت بروج ليها وبدعو اليها لانها فكرة رسالتي وفكرة دعوتي، وما زلت بأنتظر إنها تكون مقبولة من أكبر قدر ممكن من الناس، وأرجو إن أسمع النتيجة يعني. أنا أعرف إن فيك أكتر من أسقف مرتسم في الكنيسة، مظبوط، وعدد من الكهنة. يعني بالنسبة لمصر في أسقف آخر اترسم معايا في مصر، لكن بالنسبة لينا في أمريكا فإحنا عندنا ناس آخرين بس مش من جنسيات مصرية يعني، لكن بالنسبة للمصريين فيعتبر في عندنا أسقف آخر بخلافي، إحنا اللي نعتبر مصريين أو من أصل مصري. في الأصل يعني، في الأصل مصر، وفي عدد من الكهنة وبرضو عدد من الكنائس. بالظبط كده. طب ده شيء جيد. وإيه الأنشطة اللي بتتعمل في الكنائس تقريبا يعني؟ كل أنشطة الكنيسة، أسرار الكنيسة السبعة بكل أشكال العبادة وكل أنواع العبادة والتعليم، طبعا كل هذا، كل ما تقوم به الكنيسة من أسرار أو الأنواع أو أشكال العبادة أو التعليم طبعا هو اللي بتقدمه الكنيسة. بس يمكن بنهتم بخدمة المواهب، مواهب الروح القدس، وبنهتم بخدمة الصلاة من أجل الشفاء ومن أجل التحرير كجزء أساسي من الخدمة. يعني يمكن يكون دي واحدة من السمات الأساسية اللي نقدر نضيفها على ما هو تقليدي في الخدمات الكنسية والأسرار الكنسية كالمعتاد، الاهتمام بخدمات الصلاة من أجل الشفاء والتحرير. هل ده موجود في كل العالم مع يعني انضمام الكنيستين دول مع بعض ولا دي في مصر بس؟ نعم، هو موجود في كل مكان، في الذين يحملون هذا النوع من الفكر والتعليم وهذه الرسالة يهتمون بتقديم خدمات الصلاة من أجل الشفاء والتحرير للمؤمنين. طيب ايه بقى، انا عايزك تجاوب على السؤال ده بإسهاب. ايه بقى حلمك او رؤيتك للمستقبل الكنيسة هنا في مصر؟ يعني ايه اللي بتفكر فيه مثلا في ال5 سنين اللي جاية، في ال10 سنين اللي جاية، المستقبل يعني، ايه احلامك؟ صدقني هو الـ الحلم بتاعي تقدر تقسمه الى دايرتين. الدايرة الاولى هي انجماع ابناء الله المتفرقين الى واحد، حلم أن يكون هنالك مائدة واحدة للمسيح ينجمع فيها هؤلاء اللي عاشوا طول السنين مختلفين ومنقسمين.
اللي هي الفكرة اللي قلناها من شوية، نقبل في شركتنا كل من يؤمن بقانون الإيمان، مع أن هنالك حضور حقيقي للمسيح في سر القربان المقدس. الجزء الثاني من الحلم الوحدة المسيحية أنه هذه القوة تكون بتنقل قوة حياة المسيح للعالم، بحيث أنه تستطيع كنيسة الوحدة المسيحية هذه أن تكون حاملة للقوة، قوة الله، وأن تكون ناقلة لهذه القوة، قوة حياة الله للعالم، للآخرين، فتنقل للإنسان قوة الشفاء وقوة التحرير، كل أعمال قوة حياة الله في المسيح. وهل عندك تطلع أن الرسالة دي تنتشر في مصر في الفترة القادمة؟ هذا هو موضوع السعي والحلم، أن الرسالة دي تصل إلى العقول وإلى القلوب، وأنها تكون مقبولة وناقلة لحياة المسيح للإنسان. يعني إذا نجحنا أنها تنقل حياة الله، حياة المسيح للآخرين، يبقى هي دي، يبقى هو ده هدف الحياة المسيحية، يبقى الكنيسة اتحققت، ويبقى هدف الحياة المسيحية اتحقق. وحلم الكنيسة على مدى التاريخ من 2000 سنة أن تكون كنيسة واحدة، جامعة رسولية، وده حلم كل الطوائف بتحلم أنه يتحقق، وبنتمنى وبنرجو أن هذا الفكر يتسع، وأن الكنائس كلها تجتمع معا حول مائدة الرب. ومعظم الكنائس أكثر من 70% بتؤمن بحلول المسيح بطريقة حقيقية، أو حلول المسيح حقيقة في الخبز، وأن يكون ده دافع لكل الناس، اللي هو دافع المحبة ودافع الاتحاد، أن كل الكنائس تهرع وتنضم لبعضها البعض عشان نقدر نعيد اللحمة لجسد المسيح العالمي أو الكنيسة الواحدة في العالم. ده حلم كل الناس في كل الوقت لمدة 2000 سنة. نحن نرجو أنه يتحقق في المستقبل، مش في مصر لكن في العالم كله، ومصر جزء من هذا العالم. في نهاية حلقتنا بشكرك عزيزي المشاهد لمشاهدتك هذه الحلقة، وبنشكر ضيفنا العزيز نيافة الأسقف الدكتور الأنبا مكسوموس. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك يا دكتور عشان الحوار الشيق الجميل. الله يحفظك، شكرا جزيلا. عزيزي المشاهد، نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامج الحل إيه.